مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء عقد اليوم معالي رئيس الوزراء بامي بلكي ألبير الاجتماع الدوري لمتابعة وتقييم الوضع المالي في البلاد. كان ذلك بحضور بعض من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في الإدارات المالية التابعة للحكومة. خالد موسى الحاج. في سياق برنامج الإصلاح المالي الذي تقوده الحكومة والذي بناء عليه يتم دراسة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بشكل أسبوعي، فقد ترأس رئيس الوزراء فهيمي باداكي ألبير الاجتماع المالي الذي ناقش مجددا سبل تعزيز الجهود والتدابير الرامية لتحسين الأداء المالي والاقتصادي للبلاد. وقد لاحظ الاجتماع أن الدخل لم يرقى إلى المستوى المطلوب، وبالتالي ركز على أهمية مضاعفة الجهود من أجل أداء أفضل للإدارات المالية التابعة للحكومة. وقال وزير المالية والميزانية جورج كريستيان إن الاجتماع لاحظ أيضا غياب دور مكتب الفحص الذي يتولى تحديد أسعار السلع المستوردة قبل التخليص الجمركي، مؤكدا أن مصلحة الجمارك وعلى مدار السنوات الماضية لم تفعل البيانات التقنية التي بحوزتها والاستعانة بمكتب الفحص، مما أدى إلى إتمام عمليات التخليص الجمركي بأسعار جزافية منخفضة عن السعر الحقيقي للسلع المستوردة. وبالتالي دعا وزير المالية والميزانية إلى تفعيل دور مكتب الفحص الذي سيتحول خلال الأسابيع القادمة إلى نظام الشباك الموحد، مشيرا إلى أن الاستيراد يجب أن يتم بشكل اعتيادي مرورا بهذا المكتب. هذا ونشير إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة العمل ومواصلة البحث عن الحلول الكفيلة بتأمين موارد الدولة.